كما لا يكون به أخرى. روح المسؤولية وكل مجهودات العاملات والعمال مجمع. أولا تثمين البعد الإنساني. نمونا في مناطق جديدة أخرى. يشرفني أن أعلن أنه خلال سنة 2021 قد تم إنجاز برنامج السيد رئيس الجمهورية بنسبة فوق 70%، حيث تم ربط 37 ألف مواطن بالكهرباء أو أسرة، و 166 ألف زبون بالغاز، ودخل حيز الخدمة في هذه السنة فقط أكثر من 600 مستثمر حيز الخدمة، وحوالي 114 قيد الإنجاز، وحوالي 589 مستثمر في ما يخص الغاز. نجتمع اليوم كذلك لتحضير صائفة 2022 والتي ستعرف رفع تحديين رئيسيين على الأقل. أولا مخطط إنعاش اقتصادي صناعي وفلاحي وحتى سياحي طموح للسلطات العمومية، والتي ستؤدي حتما إلى زيادة متطلبات الكمية والنوعية للزبائن.